بحث رئيس مجلس السيادة الفريق والركن عبد الفتاح البرهان مع مبعوثة الاتحاد الأوروبي للقرن الإفريقي الدكتور أنيت ويبر الأحداث المؤسفة التي شهدتها منطقة الفشقة، والتي قام فيها الجيش الإثيوبي بقتل 7 أسرى من الجنود السودانيين ومواطن مدني تم اختطافهم داخل الأراضي السودانية. وأكد البرهان خلال لقائه مبعوثة الاتحاد الأوروبي لمنطقة القرن الإفريقي حرص السودان على علاقات سوية ومتزنة مع الجارة إثيوبيا. وقال مدير عام الشؤون الأوروبية والأمريكية بوزارة الخارجية السفير عبد الوهاب محمد الحجازي، قال إن اللقاء اتسم بالوضوح والصراحة، مبينا أن الفريق البرهان طمأن مبعوثة الاتحاد الأوروبي لمنطقة القرن الإفريقي على الأوضاع في السودان والإقليم، مبديا الترحيب الكامل بالدور الكبير الذي ظل يقوم به الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه بتسهيل وتيسير عملية الحوار السوداني السوداني. في إطار تمليك الحقائق الدامغة بشأن جريمة اختطاف وإعدام الجيش الإثيوبي 7 من الجنود السودانيين ومواطن مدني، قدمت وزارة الخارجية اليوم الثلاثاء 22 من يونيو 2022 تنويرا للبعثات الدبلوماسية الإفريقية في الخرطوم، حيث استعرض مدير عام الإدارة العامة للشؤون الإفريقية السفير حسن عبد السلام عمر بحضور سفير السودان لدى إثيوبيا السفير جمال الشيخ ومدير الإدارة المنظمات الشبابية والإقليمية السفير أبو بكر الصديق، قدموا تفاصيل الجريمة البشعة التي أقدم عليها الجيش الإثيوبي والخطوات التي اتخذها السودان لحماية وحدة أراضيه وكرامة مواطنيه اتساقا مع مبادئ القانون الدولي والمواثيق الدولية، والتي تمثلت في تقديم شكوى رسمية للسيد رئيس مجلس الأمن بصورة إلى السيد رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي والسيد رئيس مجلس السلم والأمن الإفريقي والسكرتير التنفيذي لمنظمة الإيجاد. وعضد السيد المدير العام للشؤون الإفريقية شرحه لتفاصيل الجريمة بعرض صور وخرائط توضح المنطقة داخل السودان التي تم اختطافهم ونقلهم عبر الحدود إلى داخل الأراضي الإثيوبية ومن ثم إعدامهم، إضافة إلى صور التمثيل بجثثهم وعرضها على الجمهور. أدانت قطاعات واسعة من المزارعين والمنتجين بولاية القضارف تصرفات القوات الإثيوبية وأعربت عن شجبها واستنكارها لقيام الجيش الإثيوبي بإعدام 7 من أسرى القوات المسلحة، إضافة لمواطن سوداني، معلنين تضامنهم الكامل مع القوات المسلحة السودانية لحماية الأرض والعرض، مؤكدين وقوف الشعب السوداني في خندق واحد مع قواته المسلحة. استنكار واسع من كافة أهل القضارف في قطاعاتهم المجتمعية المتعددة بالفعل الأثيوبي الغاشم الذي أقدم عليه الجيش الأثيوبي بإعدام 7 من منسوبي قواتنا المسلحة برفقتهم 1 المواطنين وجميعهم أسرى لديهم في تجاوز صريح وواضح لكافة القوانين الدولية والأعراف الإنسانية، مما أثار حفيظة الشارع السوداني. أسف لما قامت به أثيوبيا من التبشيع بجثمان هؤلاء الأبطال، إلا أننا غادرون وإن شاء الله سنرد الصاع صاعين كمزارعين قبل أن تكون مؤسسة عسكرية، وإننا في الشريط الحدودي ونقسم بالله إننا لن نترك أثيوبيا واحدا يعبر الحدود السودانية من هنا، وكل مزارعي الشريط الحدودي وسكان الشريط الحسودي متعهدين على أن لا يكون خلال الفترة القادمة أي أثيوبي في داخل أراضينا حتى الحدود الدولية. إذا قام الجيش بحماية أو لم يقم، نحن كمواطنين هذا واجبنا. ندين ونجدب العدوان الأثيوبي المتكرر على الأراضي السودانية وعلى الأغوات السودانية وعلى المواطن السوداني الذي ظل يعاني كثيرا من ويلات الأحباش المتكررة، ونحن نقف سند وعضد للقوات المسلحة كمواطنين ومزارعين بمنطقة الفشقة. ويجيء هذا الجرم من القوات الأثيوبية في حق قواتنا المسلحة في وقت تعد فيه قطاعات المزارعين العدة لدخول الموسم الزراعي الجديد على الشريط الحدودي داخل الأراضي السودانية، وهو ما استنكرته جموع المزارعين والمنتجين مؤكدين تضامنهم مع القوات المسلحة ووقوفهم معها في خندق واحد ردا للعدوان وحماية لتراب الوطن. هذه ليست المرة الأولى في اعتداءاتهم وفي التوقيت هذا التوقيت بالذات، لأنه حقيقة يعني دائما هم يقتنصوا هذه الفرصة وهذا الزمن يعني إحداث الرعب في أوساط المزارعين، لكن مزارعيننا إن شاء الله
حيكونوا متمسكين بهذه الأرض ولن يتخلوا عنها. ومهما كلف الأمر إن شاء الله نحن مع القوات المسلحة قلبا وغالبا، وندين هذا العمل البربري اللا قانوني واللا إنساني. تعتبر من أقصب الأراضي الموجودة في داخل الأراضي السودانية، وبزرعوا فيها أجدادنا وأبهاتنا. إحنا إن شاء الله حنظلنا على هذا المنوال، إن شاء الله لا نحيد عن هذا الدب حتى ولد ذلك إلى المجازفة بحياتنا، ونقف خلف القوات المسلحة وقفة صلبة إن شاء الله. ونتمنى من كل الشعب السوداني في هذه الظرف الصعب وهذه اللحظات هنا أن يكونوا بقدر المسؤولية وأن يلتفوا حول الوطن وحول قواتهم المسلحة. وهكذا يؤكد أهل القضارف هنا وقفتهم الصلبة والقوية مع القوات المسلحة حفاظا على الأرض والعرض وتحقيقا للمكتسبات. عاطف بشير، تلفزيون السودان، ولاية القضارف. هذا واستطلعت كاميرا التلفزيون عددا من مكونات مجتمع ولاية القضارف واستنكر مواطنوها ما قامت به القوات الإثيوبية تجاه الشعب السوداني دون مراعاة لحسن الجوار والعلاقات الطيبة التي تربط شعبي البلدين، ضاربة بالأعراف والقوانين الدولية عرض الحائط. واحد خندقا واحد، نحن نحمد الله بأنه نحن جيشنا لا نقيف معه وقفة وقفة رجل واحد، ولن نفرط في 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 أرض الوطن أو في أرضنا في ولاية القضارف أو في شرقنا الحبيب، لم نفرط في شبر واحد. السلوك ده كان مشين شديد وما بيشبه عاداتنا ولا تقاليدنا السودانية. وطبعا نحن بندعم قواتنا المسلحة في إنها تحافظ على أراضينا، ويعني ما حنسكت على الكلام اللي حصل ده بإذن الله. إحنا واقفين مع المزارعين ونموت بعربيتنا بجسمنا بأي حاجة، إحنا مع المزارعين بأي حاجة، إحنا معاكم إن شاء الله إن شاء الله، إحنا معاكم يا مزارعين. إحنا بنموت نحيي ولاية القضارف ونحيي ولاية المسلحة، إحنا معاكم بعربيتنا بجسمنا بأي، إحنا معاكم. أدانت قطاعات واسعة من مواطني ولاية الخرطوم ما قامت به القوات الإثيوبية من إعدام للأسرى السودانيين، ووصفوا الاعتداء الإثيوبي بالعمل الفوضوي غير المبرر، وطالب المواطنون رئيس مجلس السيادة بالرد الحاسم والقصاص لأبناء السودان. كمواطنة سودانية شايفة إنه الحصل في الفشقة للجنود حقيننا السودانيين الأسرى لا يجوز، تم قتلهم بوحشية، دي حاجة بتنتهك حقوق الإنسان وحاجات محرمة دوليا، ده حصل انتهاك لمبادئ دولية اتفاقات عالمية قاعدة، فلا يجوز تماما انه احنا لازم ناخذ موقف ولازم اصواتنا دي توصل، لانه الأسرى ما بيتم قتلهم، الأسرى بيخطوهم لحد ما يرجعوا لأهاليهم لكن ما بيتم قتلهم. نحن بندير ونستنكر الفوضى، نحن بنسميها الفوضى التي ساءت في الحدود، ومنستنكر ومندين هذا الوضع الشنيع الذي هز يعني وصراحة زعلنا من الدولة الجارية يعني الأثيوبية، ونتمنى أن الأوضاع تستقر والدولتين يصبحوا على أمن وأمان. والدم السوداني دم غالي جدا جدا، ولا نقبل يعني أي قطرة دم تسيل من الشعب السوداني إن كان مدنيين أو عسكريين. نجيب وندين ونستنكر الاعتداء على الجيش السوداني. ولمزيد من التفاصيل تنضم إلينا من ولاية القضارف عبر الهاتف الدكتورة جيهان النعيم موسى، الباحثة والمتخصصة في العلاقات الدولية والدبلوماسية. مساء الخير دكتورة. مساء الخير عليكم، مساء الخير على الشعب السوداني، مساء الخير على الكشقة وعلى حارسي الحمى في شرق السودان. دكتورة، يعني الفشقة هي قضية قديمة متجددة، وعلى الرغم من ثبوت سودنتها إلا أن القوات الإثيوبية ترفض ترسيم الحدود وتعتبرها منطقة نزاعات تتجدد بين الفينة والأخرى، برأيك ما الأسباب لذلك؟ الأسباب بالأساس تعود إلى أطماع أثيوبية كبيرة جدا حول هذه المنطقة، وبالمناسبة الأطماع الأثيوبية ليست قاصرة على السودان أو على الفشقة، حيث أن هنالك أطماع توسعية كبيرة جدا لأثيوبيا في الدول المحيطة بها،
لذلك يعني لا غرابة في الأمر، ولكن خصوصية الفشقة وأهمية الفشقة وميزات الفشقة هي دافع كبير جدا، ويعني تمثل إغراء كبير جدا للأثيوبيين لمحاولة التمسك ولو ببصيص أمل يعني لكسب مزيد من الوقت، أو يعني إذا تمكنوا من السيطرة على هذه المنطقة أثيوبيا تنطلق من مصالح كبيرة جدا في هذه المنطقة. أثيوبيا تعيش إشكالات كبيرة جدا بسبب انفجارات ديموغرافية كبيرة تحتم عليها البحث عن أراضي خارج إقليمها الجغرافي، وتجد في الفشل يعني غاياتها التي تسعى إلى تحقيقها. يعني هي أهداف استراتيجية بالنسبة للفشقة، على الرغم من أن بيان الحكومة الإثيوبية أشار إلى أن الصراع هو صراع ميليشيات ولا دخل للحكومة الإثيوبية بها. وإذا ولماذا لا تكافح الحكومة الإثيوبية هذه الميليشيات؟ ولماذا تقر أساسا بوجود ميليشيات؟ وهل إثيوبيا يعني غير قادرة على حسم هذه الميليشيات إذا كان الأمر يتعلق بالميليشيات؟ وكيف للميليشيات بهذا الحجم يعني وبهذا العتاد العسكري في ظل وجود يعني في دولة كاملة السيادة؟ هي ميليشيات هذه التي تحدث عنها إثيوبيا، إنها يعني قوات إثيوبية تتدثر بثوب ما يسمى بالميليشيات، وما تحاول إثيوبيا تمرير أجندتها ومصالحها عبر هذا المسمى الذي يعني لا ينطلي على أحد يعني في السودان بصفة عامة أو في القضارب بالأخص. يعني برأيك هل هذه الأهداف الاستراتيجية تصل إلى مرحلة التمثيل بالجثث ومخالفة الأعراف الدولية؟ مع الأسف ما ذهبت إليها إثيوبيا، أكرر مع الأسف ينم عن أنها دولة يعني لا تأبه بالقوانين ولا بالأعراف الدولية، وأنها دولة لم يعد لديها ما تخسره، حيث أنه لا نستطيع أن نجد دولة في القرن 21 يعني تقدم على هكذا موقف غير أخلاقي وغير محترم إن لم تكن دولة لم يعد لديها ما تخسره. إثيوبيا الآن تعيش في حالة ضعف كبير جدا دفع بها إلى عدم الاكتراث وإلى عدم الاهتمام بما تذهب إليه، ولكن هي طبعا بالتأكيد تحاول تبرير ما تقوم به بمسمياتها التي تؤمن بها والتي غير بالتأكيد غير مقنعة. إثيوبيا الآن تعيش في مشاكل كبيرة جدا داخليا وخارجيا، يعني تهدف إلى خلق أزمات بين الحين والآخر مع الجوار لتغطية الصراعات والأزمات والإشكاليات الكبيرة التي تعيش فيها. فيعني ما ذهبت إليها إثيوبيا ينم بجد عن أنها دولة أصبحت لا تكترث بأي ميثاق ولا عهد. نحن لا نقول أن ليس للأثيوبيين عهد، ولكن ليس للحكومة الأثيوبية عهد. الذي ذهبت إليه الحكومة الأثيوبية يتنافى حتى مع أعراف الجوار ناهيك عن مواثيق أو عهود دولية، على الرغم من يعني استضافة السودان لأكبر جالية أو ممثلين للإخوة في إثيوبيا هنا في السودان، يعني أكثر تقريبا من 2.5 مليون. الذي يطرح نفسه، الذين يستضيفهم السودان الآن هم هربوا ممن؟ هذا يؤكد لك عن أن إثيوبيا الآن يعني تعيش، أو أن النظام الإثيوبي يعني نظام قاسي، نظام لا يحترم مواطنيه، لا يحترم ولا يراعي حق الجوار، ولا يراعي كذا ولا يراعي كذا. يعني الوجود الأجنبي، الوجود الأثيوبي أو الوجود اللاجئين الأثيوبيين الآن في السودان يؤكد على بشاعة هذا النظام، ويؤكد على أنه نظام غير أخلاقي، وأنه نظام يعني لا يرى عيبا ولا حرجا في أي ممثل بجثث يعني. أشكرك جدا دكتور جيهان النعيم، متخصصة في العلاقات الدولية والدبلوماسية، شكرا جزيلا لك. استنكرت قطاعات واسعة من رجالات الإدارة الأهلية والشباب والمرأة بإقليم النيل الأزرق الاعتداء القاسم الذي قامت به القوات الإثيوبية على الجيش السوداني، مؤكدين وقفتهم خلف القوات المسلحة لحماية الوطن ومكتسباته. الاعتداء الغاشم الذي أقدم عليه الجيش الإثيوبي على الجيش السوداني وجد استنكارا وسط مكونات المجتمع بإقليم النيل الأزرق. نحن بنعلن وقفتنا ودعمنا الكبير للقوات المسلحة في السودان العامة، بل الإدارة الأهلية في إقليم النيل الأزرق تدفع بأبنائها في الحدود الشرقية حفاظا ودعما للقوات المسلحة والحدود الشرقية.
كمواطنين وإدارة أهلية أن احنا خلف القوات المسلحة، ونحن الآن يعني قوة لها ونحن جيش لها، والآن بنحمي أي شبر من أرض السودان، ونحن كل القبائل على مستوى السودان متوحدة خلف القوات المسلحة. فيما أكد آخرون دعمهم التام للقوات المسلحة لما ظلت تقدمه من تضحيات للزود عن حياض الوطن ومكتسباته. ونجب ما قام به العدو من أثيوبيا، نحن كمواطنين نشيد من أذر القوات المسلحة، ونجب بشدة التدخلات الأجنبية. نرفض رفض ضباط للتصرف الغير سليم في الأسرى اللي كانوا في إثيوبيا والعبادة الجماعية، لأنه أصلا الشيء البدر من القيادات الإثيوبية غير سليم. نحن في إقليم مانيلا أدرك كشباب داعمين لهذا الجيش نرفض هذا الاتجاه الذي قام به الجيش الأثيوبي، وهنالك قانون دولي يحمي ذلك. لحمة مكونات المجتمع خلف القوات المسلحة تمثل صمام الأمن للسودان. عصام طه، تلفزيون السودان، إقليم النيل الأزرق. القوى السياسية ومواطنو الجزيرة أدانوا الاعتداء القاشم من قبل القوات الإثيوبية على الأراضي السودانية وقتلهم الأسرى السودانيين، واصفين الحدث بالعمل البربري الذي يتنافى والقوانين والأعراف والمواثيق الدولية. الآن الوطن مهدد من أطرافه وينادي جميع أبنائه، نحن كقوة سياسية نسوق المبادرة للتوحد حول القوات الشعب المسلحة وكافة القوى السياسية للجلوس من أجل الوطن وليس من أجل شيء آخر. الآن الحصة وطن، لزاما علينا الآن أن نرمي ونترك كل خلافاتنا السياسية وأن نلتف حول قوات شعبنا الباسل. ما حصل في منطقة الفشقة وحد قضية الشعب السوداني فيما يتعلق بمكتسباته وموارده، وفيما يتعلق بحماية أرضه وكرامة شعبه، وحدنا جميعا حول موقفنا الوطني نحو حقوقنا ونحو قضايانا ونحو إنساننا خلف الجيش السوداني. فأنا بتمنى يعني إنه الناس تقيف وقفة واحدة الليلة عشان نقدر نحن ننتهي من الشغلة بتاعت الميليشيات المسلحة المتفلتة في حدودنا واللي هي أساسا كانت محتلة أراضينا. في السياق ذاته أكد المواطنون بالولاية الشمالية وقفتهم الصلبة ودعمهم اللامحدود للقوات المسلحة حتى تتمكن من استعادة أي شبر من الأراضي السودانية. وأدان مواطنو الشمالية إعدام الجيش الإثيوبي للجنود السودانيين الأسرى لديهم، وشددوا على ضرورة الرد الحاسم على ما قامت به القوات الإثيوبية. كلنا كسودانيين ندين مثل هذا الحدث الخارجي، ونحن عبركم نترحم على الشهداء الشرفاء في القوات المسلحة وشرفاء القوات المسلحة السادين في الصغور وحامين أراضيها وحامين أطراف حدودها، التحية لهم. ونحن كشعب سوداني نحن من خلفهم، وهذا هو واجبهم، وربنا يعينهم ووفقهم، والتحية لهم والتحية لأسرهم وكل شهداء وكل الشرفاء في قواتنا في مؤسستنا العسكرية، التحية لهم، ونحن من أسرهم ونحن خلفهم. فدا شأن خارجي لابد من كل سوداني أن يقيف ويساند ويستنكر مثل ما حدث في منطقة الفشقة. ما صح ده، ما صح من أي سوداني يعلق في الكلام ده بأي كلام سلبي. الكلام اللي يكون مفروض كجبهة داخلية، نحن متوحدين خلف القوات المسلحة اللي بتحمي بلدنا، ترجع لنا حقنا وحق أولادنا اللي اتضبحوا. ونحن من خلف القوات المسلحة إن شاء الله من أجل حماية الأرض. جماعة السودان ده والله الأرض ده غالي علينا، لابد أن نقف صفا واحدا ونتكاتف من أجل نصرة قواتنا المسلحة. والاعتداء هذا في زمن طبعا في تفاوض في سد النهضة، نحن بنقول إنه هناك في أيدي خفية. بالنسبة للتعدي بتاعة الأثيوبي على السودان، إحنا نستنكر أشد الاستنكار ونشد أزر الجيش السوداني بأن يحافظ على أرض السودان وعلى مواطن السودان. وبالإضافة للموضوع ده نتمنى أن يتحول السودان إلى دولة مؤسسات، لأن كل مؤسسة تكون حريصة في موقفه وحريصة على الأداء التام بالنسبة للسودان فيهم. وإن شاء الله نحن نتمنى من
برهان أن يودي الجيش بتاعه ويقف في الحدود، ولما نوقف الحدود ما يطلعون تاني عشان زي السنين المرت ويتعدوا أراضينا من الزراعة. كل سنة نحن في هذا المهزلة لتخريب السودان والعدوان. نحن نتمنى من الله سبحانه وتعالى أن يثبت ديشنا أن يحارب هذا العدوان. لدى استقباله وفد أكاديمية نمير العسكرية، استنكر والي سنار العالم إبراهيم النور الفعل المشين الذي قام به الجيش الإثيوبي بإعدام أسر الجيش السوداني والتمثيل بهم، وقال العالم إن هذا العمل ينافي كل الاتفاقيات الدولية لمعاملة أسر الحروب. ضمن طوافها الميداني لولايات البلاد المختلفة بغرض وضع الدراسات الاستراتيجية والأمنية التي تضمن أمن البلاد وسلامتها، استقبلت ولاية سنار وفد أكاديمية نميري العسكرية في زيارة هدفت للتعرف على الجوانب الأمنية والاقتصادية. وكان في استقبالهم بمدينة سنار قائد الفرقة 17 مشاة، لواء الركن العطر ريح، وضباط صف وجنود الفرقة. هي زيارة أكاديمية تعليمية تصب في البحث عن مكونات الاتجاهات الاستراتيجية والاتجاهات العملياتية المختلفة، وحقيقة يعني وجدنا ما نبحث عنه. كما استمع وفد الأكاديمية إلى تقارير مفصلة بمجلس وزراء حكومة الولاية حول الوضع الاقتصادي والأمني والمجالات الخدمية والتنموية. طلعنا بانطباع جيد وبتفاهمات جيدة في مجال الإدارة والتخطيط والتنظيم والمتابعة وبناء المشروعات والاحتمالات والربط بين الإدارة والجوانب التطبيقية. وقف الوفد على الإنجازات التي حققتها حكومة الولاية في المجال الصحي باستجابة أجهزة ومعدات طبية في مجال تفتيت الحصاوة وغسيل الكلى، مشيدين بالإمكانيات الاقتصادية التي تتمتع بها الولاية. الهادي إسماعيل، تلفزيون السودان، ولاية سنار، مدينة سنجة. إلى ذلك، أدان مواطنو ولاية النيل الأبيض الاعتداءات الإثيوبية الغادرة على الأراضي السودانية وقيام القوات الإثيوبية بإعدام 7 من أسرى القوات المسلحة لديهم. وأكدت الإدارة الأهلية بالنيل الأبيض مساندتها للقوات المسلحة وهي تزود عن حياد الوطن وحماية مكتسبات الأمة. أنا عيد المكة أحمد الحاج من الشواف الكواهلة، والحقيقة والله بندين بشدة العملية اللي عملتها الميليشيات الإثيوبية في القوات المسلحة، في أعضاء من القوات المسلحة. ما لا يمكن إنه الإنسان يمثل بالإنسان، لأن هذه حياة ما بتمس للإنسانية بأي نوع من الصفات. عبد الله يعقوب عبد الله المنصور من منطقة محايا، مواطن بكوسي. والله حقيقة إحنا ندين عن ونسجب يعني الاعتداءات التي تمت من قبل القوات الأجنبية والأسيوبية، وحقيقة يعني الشعب الأسيوبي شعب طيب جدا وعنده توأم مع السودانيين، لكن هذه الأحداث يعني تفرق بين الشعبين. الهادي محمد أحمد أبراية، رئيس حزب الأمة القومي ولاية النيل الأبيض. أولا نترحم على كل شهداء الفشقة والتعازي أو كل التعازي لأهلنا وشهداؤنا الذين من القوات المسلحة الذين اقتلوا غدرا بالسلاح. ولذلك نعتقد أن ما حصل في منطقة الفشكة تعدي سافر على أرض السودان الحرة. الاسم عبد الله دم موسى بشقرة، ولاية النيل الأبيض. ندين ونجن ونحن نرفض الرفض تاما وكاملا للقوات المسلحة، نحن مع القوات المسلحة ونرفض الرفض تاما وكاملا بأن الحياة اللي حصلت في أسيوبيا دي حصلت حاجات مئة إنسانية، ونحن مع الجيش السوداني ونحن مع الأسرى السودانيين ونحن مع المواطنين السودانيين، ونجن وندين هذا الكلام بإدانة كاملة ونرفع صوتنا للعالم كله، للإسلاميين والغير الإسلاميين وللعالم كله ناحوية، بأنه الكلام نحن رافضين ورفض تام ونحن مع القوات المسلحة. عبد الله الكاهلي، كوستي، حي الكرة والعبيساب. نحن والله الآن يعني بنستنكر بشدة الشيء تم لقوات الشعب المسلحة من قوات الغادرة الغاشمة الإثيوبية، وبندين الكلام ده يعني. ونحن بنطالب الأخ رئيس القوات المسلحة وقائد القوات المسلحة اتخاذ إجراءات صارمة
في ذلك الموضوع، ونحن كمواطنين إن شاء الله من اليوم خلفا مع القوات المسلحة، ونكون استنفار لكل عدو يحاول يمس بتراب هذا الوطن. أدانت القوى السياسية والإدارة الأهلية الشباب والمواطنون بولاية شمال كردفان ما قامت به القوات الإثيوبية من قتل وتمثيل بأسرى القوات المسلحة السودانية على الحدود الشرقية، شيء مخالف للقوانين الدولية، والأسير معروف عالميا التعامل معه، كون يتم تصفية جنود سودانيين وأحد المدنيين بدم بارد في أرض ثبتت وثابتة عبر التاريخ أنها أرض سودانية، أنا أفتكر ده يعني خطأ كبير جدا جدا ارتكبته القيادة الأثيوبية وقوات النظامية، علما أننا نستضيف الآن الملايين من الشعب الأثيوبي كنازحين نتقاسم معهم اللقمة، وهم لما تجي نحو السودان عارفين ده عمقهم الطبيعي. دي الحكومة الأثيوبية وضعت لها اعتبار، الوطن السبية ما ضعت لها اعتبار، وأمر مؤسف جدا. لم تراعي حقوق الجوار ولم تراعي العلاقات الأزلية التي تربط الشعبين، الشعب الأثيوبي والشعب السوداني، وما قامت به هذا يعني أمر يعني غريب وأمر يعني مستهجن، وما كنا يعني نتوقعه أن يصدر من جارة يعني مثل أثيوبيا. لكن سترى أثيوبيا يعني وجها آخر للسودان يعني، وإن شاء الله يعني لن نسمح بأي يعني محتدي أن يحتدي على أراضينا أو يحتدي على جنودنا أو يحتدي على مواطنينا، وإن شاء الله نحن يعني في الإدارة الأهلية سنقف مع قواتنا المسلحة قواتنا الباسلة في حماية الأرض وحماية العرض. أقول لأبي أحمد عليك بقراءة التاريخ السوداني وقراءة القوات المسلحة السودانية وتاريخ الناصع في المحيط الإقليمي والعربي والدولي، فبالتالي نقول لشعب السودان هذه قواتك المسلحة التي تمثل عضد السودان والتي تمثل قوة وعز ورمز السودان، فبالتالي أي اعتداء على هذه القوة هو اعتداء على السودان الكبير بكل مكوناته السياسية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية، وستظل القوات المسلحة هي الضامن لهذا الوطن العزيز. فبالتالي نقول للقوات المسلحة ابشروا بأن شعبكم السوداني خلفكم وأمامكم، وأنتم دائما تقودون مسيرة النصر والعز والكرامة لهذا الشعب. نحن كشباب يعني مو بنقبل بهذا الفهم أو هذا القدر لهذه القوات، لأن القوات المسلحة تعد هي يعني هي العمود الفقري للدولة السودانية وهي سيادة الدولة وهي الوطن. ندعو كل الشباب في جميع الولايات وليس شمال كردفان بل في جميع ولايات السودان بضرورة يعني الوقوف مع القوات المسلحة وبضرورة دعمها والوقوف معها وإسنادها، ونحن يعني طلب جموع من مواطني ولاية جنوب دارفور القوات المسلحة السودانية التصدي بكل حزم العدوان الإثيوبي الذي يستهدف البلاد، كما عبروا عن استنكارهم الشديد لمقتل الجنود السودانيين الأسرى والتمثيل بهم من قبل القوات الإثيوبية. هنا في ولاية جنوب دارفور توالت ردود الأفعال الشعبية المنددة بحديثة تصفية الجنود السودانيين على الأراضي الإثيوبية، وقد وصفه البعض بالخطوة المنافية للقانون الدولي الإنساني. المواطنون بولاية جنوب دارفور عبروا عن استنكارهم الشديد لحادثة مقتل الجنود السودانيين السبع على الأراضي الإثيوبية، مطالبين في الوقت نفسه بوضع حد لهكذا التجاوزات وعدم التسهل مع من يسعى للنيل من القوات المسلحة وهي تؤدي واجب الحفاظ على أمن البلاد وحماية حدودها. حقيقة نحن بالنسبة لنا كنبقد فرد من أفراد القوات المسلحة لا نقبل، وخاصة في أرضنا السودانية، وده بنعتبره استفزاز. التصفية دي كلام خلط يعني، هي من العهد القديم ذاته التصفية دي في الأسرة ما قد تحصل هي المأسورين بكونوا مأسورين. طبعا حادثة فظيعة حقيقة ومخالفة للقوانين الدولية، فنتمنى من الله يعني الحتة دي يعني هذا لها حلول
عاجل إن شاء الله. ولم يتوقف الناس هنا في محطة الاستنكار، لكنهم طالبوا القوات المسلحة السودانية بالتصدي للعدوان الذي وصفوه بالغادر. هذا التصرف غير مقبول، ويعني تصرف ما سليم وما مقبول أبدا. والله نستنكر منهم كون ناس جيران حدودا نحسن محسنين فيهم أكثر من محسنين فينا. نهيب القوات المسلحة إنها يعني تصدى لهذا العدوان الغادر. والله قوات الشعب المسلحة تكون مية جنبا على جنبا في الوطن والعين الساحرة، والكلام ده والله يأثرنا. يعني إن شاء الله القوات المسلحة تكون فوق، وإن شاء الله نتمنى السلامة ونتمنى الأمن والاطمئنان، تدينا أمن تدينا استقرار. ويرى البعض أن الخطوة هذه من شأنها إحداث المزيد من التوترات الأمنية بين دولتي السودان وإثيوبيا. علي فضل المرعب، تلفزيون السودان، جنوب دارفور. عبرت قيادات مجتمعية بولاية غرب دارفور عن استنكارها لما أقدمت عليه الحكومة الإثيوبية من قتل لأسرى القوات المسلحة السودانية، وطالبت رئيس مجلس السيادة القائد العام للقوات المسلحة برد يوازي شرف قواتنا المسلحة وعزتها. ونحن نقول قائد العام للقوات المسلحة، هذا الأمر يجب وينبغي يعني أن يرد لها الصعب صعين، لأن ما قامت به هو أمر شنيع وأمر لا يتوافق ويتنافى مع كل الأعراف الدولية، وهذا هو استفزاز حقيقة مباشر واستفزاز شديد. نحن باسم أهل دارفور جميعا وباسم سلطنة دار مساليت نسجب حقيقة وندين هذا التصرف البربري من الأثيوبيين ومن دولة أثيوبيا وقيادة أثيوبيا، ونؤكد لقوات شعبنا المسلحة الفتية البازلة التي هي تحمي السودان أرضه وأرضه وحدوده بأننا جاهزون إن كان هناك أي نداء لهذا الشعب السوداني. نحن من غرب دارفور سنكون إن شاء الله بالخطوة السريعة في خطوط قواتنا الشعب المسلح الأمامية، تدين كل الاعتداءات الخاشمة من الحكومة الأثيوبية، اعتداء على جيوش السودانية، هذا هو مخالف كل الأعراف والقوانين الدولية. نعمل بموجهات مجلس السيادة بكل جاهزية تام، نحمي أراضينا أينما طلب مننا، ونستنكر يعني هذا التصرف المشين، ونناشد القوات المسلحة بالصبر وبالرد بالمثل. والله بصراحة كل الشعب السوداني يستنكر هذا العمل الجبان من الحكومة الأثيوبية، فنتمنى من كل الشعب السوداني نقيف خندقا واحد مع إخوتنا في قوات الشعب المسلحة. لا بد من أنه نرد بين الصاع صاعين، وإن شاء الله وقت ما الحكومة السودانية احتاجت لأي مواطن سوداني لهذه المهمة، نحن جاهزين في الخطوط الأمامية، سنواجه الأثيوبيين ما أينما كانوا. لذلك شجب مجلس وزراء حكومة ولاية وسط دارفور برئاسة الوالي المكلف سعد أدم بابكر ولجنة أمن الولاية وعدد من المواطنين الاعتداء الإثيوبي السافرة على أسرى القوات المسلحة، بينما أكد مواطنو الولاية تضامنهم مع القوات المسلحة لحماية الأرض والعرض. وصفت حكومة ولاية وسط دارفور وعدد من المواطنين تصرفات الجيش الأثيوبي بإعدام أسرى القوات المسلحة وبعض المواطنين بالعمل الجبان وانتهاك المواثيق الدولية والقيم الإنسانية. نحن في لجنتي الأمن وفي مجلس الوزراء شجبنا وأدمنا هذا العمل الجبان، وبندعم بشدة وبقوة قواتنا المسلحة وهي حامية يعني هذه الأرض وحامية حدودنا، وبنشيد برضو بزيارة السيد رئيس مجلس السيادة للزيارة السريعة واللي هي جات في وقتها، وكان فيها دعم معنوي كبير جدا للقوات المسلحة في كل مكان. والاعتداء بالمناسبة بحقيقة عمل استفزاز كبير جدا للمواطن السوداني، ولما نحن كمواطنين سودانيين بنجيف مع الجيش السوداني قلبا وقالبا. عبارات الشجب والإدانة تصدرت المشهد في شوارع ولاية وسط دارفور لما أقدمت عليه القوات الأثيوبية بحق أسرى أفراد القوات المسلحة بطريقة سقطت فيها الحكومة الأثيوبية أخلاقيا وإنسانيا. واحدة من الجرائم اللي بتتنافى مع المواثيق والعهود الدولية، ونحن والله باسم الشعب السوداني كلنا قلبا وغالبا ورجيشنا وإن داء الداء إن شاء الله بلقونا في الصفوف الأمامية معهم. ونسجب العمل الجبان التي قامت به القوات الأثيوبية بقتل وتصفية عدد من السودانيين الشرفاء الأنقياء الذين يتبعون للشعب المسلح أو قوات الشعب المسلح الجيش. وحقيقة الفير كان فيل شنيع جدا جدا من القوات الأثيوبية،
وهذا يتنافى مع قوانين الدولية والإنسانية، لذلك نحن نستنكر هذه العملية الشنيعة، وربنا إن شاء الله يتقبلهم وعجل الشفاء الجرحى. الاعتداء الغاشم من قبل القوات الإثيوبية على أسر القوات المسلحة يمثل اعتداء على الشعب السوداني وتهديدا للعلاقات البينية والمصالح المشتركة التي تربط بين شعبي البلدين. ندين ونسجب ما حدث لقواتنا المسلحة في الحدود الإثيوبية، ويمكن أنه هذا الأمر أمر شنيع جدا، ونحن كمواطنين نرفض هذا التصرف من القوات الإثيوبية جملة وتفصيلة. غادر من قبل الدولة الإثيوبية، ونحن ندين ونستنكر في هذه السلوك، ونحن كالمواطنين أو الناس السودانيين في ولاياتنا لا بد نحمي عن بلادنا وعرقنا وعرضنا بإذن الله. إعدام القوات الإثيوبية 7 من أسر القوات المسلحة السودانية بالفشقة وبعض المواطنين يعد جريمة إنسانية دولية وانتهاكا صريحا للمعاهدات والمواثيق الدولية الخاصة بحقوق الأسرى. إبراهيم عبد الملك محمد، تلفزيون السودان، ولاية وسط دارفور، زالنجي. أصدرت الآلية الوطنية لحقوق الإنسان بيانا حول إعدام الجيش الإثيوبي لعدد 7 من الجنود السودانيين الأسرى. جاء فيه: الآلية الوطنية لحقوق الإنسان تدين وتشجب وتستنكر بأشد العبارات إعدام الجيش الإثيوبي لعدد 7 من أسرى القوات النظامية ومواطن سوداني وعرض صورهم على الملأ، حيث يعتبر ذلك جريمة حرب وانتهاكا صارخا لحقوق الأسرى. وتتقدم الآلية الوطنية بأحر التعازي للشعب السوداني قاطبة والقوات المسلحة وأسر الشهداء خاصة، كما تحث الآلية الوطنية لحقوق الإنسان الشعب السوداني الالتفاف حول القوات المسلحة ودعمها بالنفس والنفيس من أجل حماية الوطن والحفاظ على كرامته. وتؤكد الآلية الوطنية لحقوق الإنسان أن ما قامت به إثيوبيا مخالف لكل الأعراف والتقاليد، خاصة اتفاقية جنيف الثالثة لسنة 49 بشأن معاملة أسرى الحرب والبروتوكول الإضافي الأول. وتطالب الآلية الوطنية لحقوق الإنسان مجلس والمنظمات الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان التحقيق حول هذا الانتهاك الجسيم في حق الجنود السودانيين الأسرى. يحتسب السيد المدير العام لجهاز المخابرات العامة ونائبه وهيئة القيادة وكل منسوبي الجهاز من الضباط وضباط الصف والجنود عند الله تعالى شهداء الوطن والواجب البواسل من قوات شعبنا المسلحة الذين اغتالتهم يد الغدر والخيانة الآثمة صباح الاثنين الموافق 27 من يونيو 22، حيث قامت القوات الإثيوبية وميليشياتها بإعدام 7 من جنودنا وأحد الأفراد والتمثيل بجثثهم في أبشع صور الانتهاك لكل قوانين الحرب والقانون الدولي الإنساني، متجاوزة بذلك كل الأعراف والتقاليد والأديان السماوية. يأتي هذا الفعل الشنيع على إثر اعتداء سابق قامت به هذه القوات بتاريخ 22 من يونيو على الأراضي السودانية وأسرها لأفراد القوات المسلحة والمواطن وإعدامهم. وجهاز المخابرات العامة إذ يتقدم لرفقاء الدرب والسلاح بخالص التعاسي وأصدقها، ويسأل المولى عز وجل أن يتقبل الشهداء قبولا حسنا ويكرم نزلهم. ويعلن الجهاز وقوفه عونا وسندا للقوات المسلحة التي ما فتئت تقدم الشهيدة والشهيد وتبذل القالي والنفيس صونا للأرض والعرض وتراب هذا الوطن. كما يدعو جهاز المخابرات العامة الشعب السوداني بكافة أطيافه الوقوف صفا واحدا خلف قواتها المسلحة وسندا منيعا في وجه كل من تسول له نفسه العبث بمقدرات الوطن. لدى زيارته لمحلية جبل مون بولاية غرب دارفور، دعا النائب الأول لمجلس السيادة الانتقالية الفريق أول محمد حمدان دقلو إلى تحويل الثروات الزراعية والمعدنية التي تتمتع بها المنطقة لخدمة مواطنيها، مؤكدا أن الأمن والاستقرار هما مفتاح التنمية. المنطقة الأولى الزراعة دي وادكم خصبة، الآن شو السبب الموجود موجود وين؟ دل عندكم أنتم ما موجود يا أخواننا، دل عندكم أنتم. احنا يا اخوانا من هنا بنعلن سوق للسمك في صناعه يا جماعه. الله اكبر، سوق للسمك وحيتباع عليكم باسعار الهلال، ما اسعار هنا يا اخوانا، عشان ما يتهرب ندوكم ميزه ايجابيه، ان شاء الله الزول يخسر في التنحيل بسعر المبيض، البورصه حق السمك في المبيض يا اخوانا، السمك في صناعه يتباع بسعر المبيض يا جماعه. الكلام اللي قلتوه كلام كويس،
لكن والله شيء محزن أن نكون شابات زي ديل وشباب زي ديل تموت وساكت بدون أي سبب. أثق سالم أنا قلت لشنو من أجل شنو؟ الإجابة ما عندكم إجابة، إجابة ما في. عشان كده بيضوا نيتكم، أحسن نواياكم، خليكم كلكم من آدم وآدم من تراب. ما في فرق بين فلان والعلان، خلونا نمشي لقدام، خلونا ننهض. خلوا فلان دين هذا السمر ده بيطلعكم، السمر ده بالدولار. الحاجة الوحيدة ما حصلت من 30 سنة السمر ده يا إخواننا. وحذر النائب الأول لمجلس السيادة الانتقالية الفريق أول محمد حمدان دقلو من تحويل القضايا الجنائية إلى صراعات قبلية، معلنا تشكيل محاكم خاصة بهذا الشأن. على صعيد آخر، أعلن دقلو عن افتتاح سوق الصمغ العربي والمحاصيل بمحلية جبل مون. امتدادا لزيارتي نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالية الفريق أول محمد حمدان دقلو بولاية غرب دارفور، وصل النائب إلى منطقة صلاعة حاضرة محلية جبل مون في شمال الولاية، والتي خرجت لاستقبال الوفد يحدوها الأمل في أن ترى السلام واقعا يسعى بين الناس. نرجو الإخوة في اللجنة، لجنة السلم والمصالحات واللجان المنبثقة من هذا الاتفاق، تسرع في فتح الأسواق لكل الناس وللمستشفيات. في هذه السنة احنا وضعنا تصور جديد لحماية موسم الزراعي. هناك في لجان مكونة، هاللجان تتكون ايضا في رئاسة المحلية والوحدات الإدارية. سألتني ليكم ان وقف الحرب وعشان الحرب تجيف انت مطلوب منكم اشياء كثيرة. انت زي ما تطلب من حكومة المركز، انت برضو حكومة المركز مطلوب منكم حاجات كثيرة. ان الحاجة اللي انتو قياداتكم مطلوبة لازم تحترموا، ما تسطروا وما تبقوا ناس المجرمين. زيارة نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي إلى ولاية غرب دارفور تهدف إلى تحقيق 3 أهداف: الأمن، المصالحات المجتمعية، وبسط هيبة الدولة، وذلك على خلفية الصراعات المجتمعية التي أصبحت تهدد السلام الاجتماعي والذي يمكن أن يهدد مقومات ووجود الدولة. نحن سعيدين رغم هذه المعاناة لأنكم أنتوا تعايشتوا ولأنكم أنتوا قررتوا توقفوا الحرب عشان تعيشوا في سلام. بما أننا أنا وزميلي دكتور الهادي ووالي هذه الولاية نتيجة هذا السلام أن احنا بنفتكر أن الحرب ده الناس بمشوا له مضطرين ولسنا راغبين فيه. بما أنكم أنتم برضو احترقتوا الحرب ده ما في زول برغبه. وفي منطقة الرابطة والتي تقع على وادي التمر بمحلية جبل مون، خاطب نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالية الفريق أول محمد حمدان دقلو لقاء جماهيريا، ويتطلع مواطنو المنطقة إلى أن تنعكس هذه الزيارة على استدباب الأمن بعد سنوات من الصراعات والمعاناة. مشاكلكم مشروعة ومقبولة ولكم الحق، ومظلومين زي الحسن والحسين، ما في كلام، مظلومين ما مظلومة كلمة طبعا. لكن نحن جينا من ناحية أمنية، واحد جينا للأمن، 2 المصالحات، 3 فرض هيبة الدولة. بعدين أخوان عشان نكون معكم واضحين، مراتب وعربات جارية ساكت وناس ماشيين ساكت، كلام بيوقفوه من الليلة. من الليلة نحن زول في بيته حامي ماله حامي عياله ما عندنا بشغل، لكن والله زول بتطبش عامل فيها راسه كبير، وهو بيمشي حق الناس والمحتاج على حق الناس والمحتاج على أعراض الناس، ده عندنا بعد. وتجيء هذه الزيارة لمباركة التوقيع على وثيقة الصلح بين بطون القبائل العربية الريزيغات والمصيرية بجبل مون، والتي تم التوقيع عليها في مقر قيادة الفرقة 15 بالجنينة أمام نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي في بداية زيارته لولاية غرب دارفور.
محمد الشنيدي، تلفزيون السودان، محلية جبل مون، ولاية غرب دارفور. أصدر اجتماع هيئة إدارة الشرطة وغرفة العمليات برئاسة وزير الداخلية المكلف مدير عام قوات الشرطة الفريق أول شرطة حقوقي عنان حامد محمد عمر في اجتماعه أمس عددا من القرارات شملت التأمين على القرارات الصادرة من لجنة شؤون الأمن بولاية الخرطوم فيما يتعلق بالحراك المعلن من تنسيقيات لجان المقاومة وبعض الأحزاب والقوى السياسية، التأكيد على جاهزية قوات الشرطة لحماية وتأمين المواطنين والممتلكات والمواقع الاستراتيجية والسيادية بالدولة ووضع الترتيبات اللازمة لذلك بالتنسيق مع الجهات العدلية والتنفيذية والجهات ذات الصلة لضمان عدم التعرض لها أو الإخلال بأمن وسلامة المواطنين، إضافة لتنوير القوات بالتعامل بالقوة المدنية، الوقوف على جاهزية الدفاع المدني والحماية والخدمات الطبية لتوفير معدات الإطفاء والسلامة والإسعافات واستخدام الزوارق النيلية عند الضرورة. تلتزم رئاسة قوات الشرطة بحماية المواكب السلمية مع الاحتفاظ باستعمال قواعد حق الدفاع الشرعي عن النفس والمواقع الاستراتيجية والسيادية وأقسام الشرطة. تؤكد قوات الشرطة التزامها بالمهنية والاحترافية وضبط النفس وعدم الاستجابة لأي استفزاز والعمل وفق تعليمات القيادة الميدانية ووكلاء النيابة المرافقين بحكم الاختصاص. طلب وزير الداخلية المكلف ورئاسة الشرطة من النائب العام ووزير العدل نشر مستشارين اتحاديين بأقسام الشرطة ومواقع التعامل كمراقبين للقوات منذ خروجها والتأكد من تسليحها وتدوين أي ملاحظات أثناء التعامل. تكرر رئاسة قوات الشرطة مناشدتها لقادة الحراك بالتعبير السلمي الديمقراطي في الميادين العامة والساحات المعدة لذلك والابتعاد عن اصطحاب الأطفال والمتفلتين وأصحاب الغرض ومثيري العنف والفوضى والابتعاد عن المستشفيات ومحيط المواقع السيادية والاستراتيجية وأقسام ودور الشرطة. أصبح خطاب الكراهية أحد الظواهر المتعلقة في المجتمع ومثار اهتمام الجهات المختصة بل هي المغلقة في المجتمع ومراكز البحوث في العمل على معالجة الظاهرة قبل استفحالها. خطاب الكراهية وأثره على النسيج الاجتماعي كان موضوعا لورشة العمل التي نظمها المركز المستقل للدراسات الاجتماعية والاستشارات، بحيث ناقش فيها 4 أوراق عمل تناولت مختلف جوانب الظاهرة. يستخدم من خلالها معرفة الأسباب التي تكمن وراءها وبلورة الرؤى والمقترحات العلمية المتعلقة بها ووضع الحلول المناسبة، وأصبحت المراكز البحثية تدور رائد ومتقدم في رسم السياسات المحلية والعالمية في دعم الغرائز. بتشريف عضو مجلس السيادة الانتقالي دكتورة سلمى عبد الجبار وحضور النوعيين وممثلي بعض الوزارات الاتحادية، استعرضت الورشة أعمالها بورقة دور الإعلام وأثره على خطاب الكراهية، قدمها دكتور علي شمو، وخلصت إلى أهمية الإعلام في التوعية بالظاهرة التي اتفق المعقبون إلى وجودها منذ قديم الزمان مع انتشار العنف الذي أسست له الدولة منذ التركية السابقة، حتى منادات جيل الثورة بالسلمية وهتافه لإنهاء أسباب العنف بين المجتمع. نحن إن شاء الله سنكون جنبا إلى جنب إلى هذا المركز وكل المهتمين، لأنه حقيقة هي هذه البداية. يجب إن كنا نريد انطلاقة حقيقية لهذا السودان يجب أن نغير ما بأنفسنا حتى يتغير الخطاب. العواقب القانونية وردعها كانت أحد أهم المطالب التي نادت بها ورقة التوعية الجماهيرية الحقوقية في محاربة خطاب الكراهية التي قدمها الخبير القانوني دكتور أحمد المفتي، كما أشار المعقبون إلى التجارب الدولية الناجحة في معالجة الظاهرة، مع تأكيد أن الفقر أحد الأسباب الرئيسة لانتشار خطاب الكراهية إضافة لتمركز الثروات واحتكارها. في ظل غياب الدور الوظيفي للأحزاب وضمن التجاذبات والانقسامات التي تعيشها، تظل الممارسة السياسية أحد أسباب خطاب الكراهية الذي تعيشه البلاد بحسب دكتورة فاطمة عمر العاقب. لتختتم الورشة أعمالها من خلال الدور المجتمعي والثقافي وأهمية الوعي بتعميق الثقة في النفس والتنمية المتوازنة كما يراها المهندس عمر البكري أبو حراز لتلاشي الظاهرة وخفوت حدتها.
من قاعة الشارقة، عاطف الشريف، تلفزيون السودان. أمن عضو مجلس السيادة الانتقالية الفريق ركن شمس الدين كباشي خلال لقائه بالقصر الجمهوري اليوم المبعوث البريطاني الخاص للسودان وجنوب السودان روبرت فرويدز على ضرورة توطيد العلاقات الثنائية ودعمها وتطويرها بما يخدم مصالح شعبي البلدين ويلبي تطلعاتهما. وأطلع سيادته المبعوث البريطاني على الوضع السياسي الراهن مشيرا إلى ضرورة تضافر الجهود والعمل الجاد وصولا لرؤية موحدة لاستكمال الانتقال الديمقراطي والخروج من الأزمة السياسية الراهنة. اطلع عضو مجلس السيادة الانتقالية الدكتور عبد الباقي عبد القادر خلال لقائه وفد منظمة السبيل الرشاد الخيرية العالمية على الإنجازات والخطط والمشاريع التنموية والخدمية التي تعتزم المنظمة تنفيذها في السودان خلال الفترة المقبلة. وقال مدير عام المنظمة دكتور وليد عبد الرحيم الحاج إن المنظمة تعد رائدة في مجال العمل الخيري والإنساني والعون التنموي للمجتمعات، مشيرا إلى أن عضو مجلس السيادة وعد بتذليل الصعوبات التي تواجه المنظمة بما يمكنها من تنفيذ خططها ومشاريعها في المجالات الخدمية والتنموية والصحية بالبلاد. في اجتماع مشترك بحث وزير الصحة المكلف هيثم محمد إبراهيم مع والي القضارف المكلف محمد عبد الرحمن ووالي الجزيرة المكلف إسماعيل عوض الله العاقب بحثوا الأوضاع الصحية بالولايتين، وتم خلال الاجتماع الاتفاق على افتتاح مركز جراحة المناظير والجهاز الهضمي بولاية الجزيرة بعد إعادة تأهيله. تعرف والي الخرطوم المكلف أحمد عثمان حمزة على جهود منظمة الصحة العالمية واليونيسيف للحد من مخاطر الأوبئة التي تصيب المجتمعات. جاء ذلك لدى لقائه ممثل منظمة الصحة العالمية الدكتور تيت شيبان، وتعهد الوالي بمواصلة دعم جهود الصحة لتغطية سكان العاصمة بالتطعيم بلقاح كورونا. من جانب أوضح ممثل منظمة الصحة العالمية أوضح أن زيارته إلى الخرطوم جاءت بغرض دعم الجهود الرسمية للحد من انتشار مرض كورونا، مؤكدا دعمه لخطة حكومة ولاية الخرطوم لتوفير اللقاحات ورفع مستوى الوعي بين المواطنين بأهمية التطعيم. أكد الأمين العام لحكومة ولاية الجزيرة مصطفى ضفعلا التزام حكومة الولاية ببناء مركز لعلاج الإدمان بمستشفى حسن علوب للطب النفسي بود مدني. جاء ذلك خلال مخاطبته احتفال المستشفى باليوم العالمي لمكافحة المخدرات. وأشار مدير شرطة ولاية الجزيرة لواء شرطة حقوقي محمد الأمين الطاهر إلى الجهود التي تبذلها إدارة مكافحة المخدرات بالولاية ومستشفى حسن علوب في علاج الإدمان. هذا وقد استعرض مدير المستشفى المقدم شرطة الشريف محمد عثمان الخدمات التي تقدمها المستشفى للمرضى النفسيين بالولاية والولايات المجاورة، الأمر الذي سبب ضغطا هائلا على المستشفى مما يستوجب بناء مركز لعلاج الإدمان. احتفل اليوم بختام فعاليات النسخة السادسة لمشروع تحدي القراءة العربي الذي أطلقه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي. واستعرضت مدير المشروع في السودان هناء رمضان محمد عيسى الاستعدادات الجارية للطلاب المشاركين في المسابقة باسم السودان. الآن وضمن عرض الأحداث أنتقل بكم مباشرة إلى زميل محمد مرغني ليقدم النشرة الاقتصادية. محمد مساء الخير. مساء النور ياسر، تحية طيبة. وننتقل مباشرة إلى الجولة الاقتصادية، تابع معنا. أهلا بكم إلى التفاصيل. التقى نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي محمد حمدان دقلو بقصر الضيافة بالجنان اليوم ممثلي الغرفة التجارية وأصحاب العمل بولاية غرب دارفور، وقدم لهم شرحا مفصلا عما يعانيه النازحون من أزمة إنسانية ملحة تتطلب تكاتف الجهود الرسمية والشعبية كافة للمساهمة في عودتهم الطوعية إلى قراهم الأصلية عبر صندوق خصص لذلك. وتعهد دقلو بتأمين الطريق القومي من الخرطوم إلى الولايات الأخرى خاصة ولاية دارفور لضمان انسياب السلع ومراجعة الرسوم المفروضة عليها مع حكومات الولايات. وأكد ممثل الغرف التجارية وأصحاب العمل استعدادهم لدعم صندوق عودة النازحين لاستقرار الولاية أمنيا واجتماعيا واقتصاديا.
أكد وزير المالية والتخطيط الاقتصادي دكتور جبريل إبراهيم اهتمام الحكومة بتطوير وتحديث شبكة الطرق القومية والولائية والسكك الحديدية بما يخدم أهداف الحكومة لتطوير وتنمية الصادرات. جاء ذلك خلال لقائه اليوم ولاة الولايات الجزيرة والقضارف وممثلي ولايات السودان المختلفة. وأشار الوزير إلى اهتمام الحكومة بالبنى التحتية لربط مواقع الإنتاج بموانئ الصادر وأسواق الاستهلاك الداخلية، وذلك بالعمل على تأهيل الطرق القومية والولائية والسكك الحديدية. وفي السياق وعد الوزير بتوفير الموارد البترولية الخاصة بالزراعة لكل الولايات بهدف إنجاح الموسم الزراعي. وصل إلى محليته الشعيرية بولاية شرق دارفور وزير التنمية الاجتماعية أحمد آدم بخيت ووالي شرق دارفور محمد آدم عبد الرحمن لتدشين المخيم الرعوي والعلاجي بالمحلية. كبيرة أمها مواطنو شرق دارفور وبحضور وزير التنمية الاجتماعية ووالي شرق دارفور وأمين ديوان الزكاة الاتحادي وبمحلية شعيرية بالولاية اختتمت فعاليات المخيم الرعوي العلاجي 15 بكلفة بلغت 147 مليون و700 ألف جنيه. وأكد وزير التنمية الاجتماعية أن مكافحة الفقر هي من أهم أولويات الوزارة. نحن في وزارة التنمية الاجتماعية معنيون بالدرجة الأولى بمكافحة الفقر. إن الذي تم تقديمه اليوم هو بطريقة أو أخرى هو مكافحة للفقر، وهو نشاط من أنشطة الحماية الاجتماعية التي تطلع بها هذه الوزارة. والي شرق دارفور محمد آدم عبد الرحمن أكد أن الولاية آمنة ومستقرة، وذلك بفضل تماسك مكوناتها السياسية والمجتمعية والأهلية، مشيدا بأداء ديوان الزكاة داعيا إلى مزيد من الدعم لإنسان هذه الولاية، كاشفا عن قيام صندوق دعم التعليم. نشكر للإخوة فيما قدموه لسكان هذه المحلية من عون ودعم خلال هذه الفترة وفي خلال هذا اليوم. نحن تشجيعكم وما رأيناه لدعمكم في مجال التعليم أهلنا في الشعيرية، من هنا أعلننا قبل قليل عن إنشاء صندوق لدعم التعليم بالولاية. أمين ديوان الزكاة الاتحادي إبراهيم موسى أكد أن محلية شعيرية لها ميزة خاصة داعيا لجان الزكاة لحصر الفقراء والمحتاجين وتقديم المخيم حزمة من الخدمات في مجالات الصحة والثروة الحيوانية بشراكة عدد من المؤسسات. نحن سعيدين أن تقام مثل هذه الاحتفائية في هذه المنطقة التي نحسب أنها تستحقها تماما، فنحن سعداء فأن يقوم الديوان بواجبه وكل الآخرين، وقد شهدتم هذا الاحتفال وهذه المقومات التي نحسب أنها جزء من نشاط الزكاة، جزء من أهداف الزكاة، جزء من قدرات الزكاة التي قدمها لمستحقيها، ونقول لهم إن شاء الله الجايات أكثر من المشي. المخيم العلاجي والرعوي الذي يستمر لعدة أيام الذي ينظمه ديوان الزكاة الاتحادي بشراكات مع عدد من المؤسسات يقدم خدمة تأمين صحي ووقاية الثروة الحيوانية وتقديم معينات الإنتاج لمختلف شرائح المجتمع. اللجنة الفنية للطوارئ لمعالجة قضايا الإنتاج الاقتصادي اجتماعها الثاني اليوم بوزارة الزراعة والغابات برئاسة وزير الزراعة والغابات المكلف دكتور أبو بكر عمر البشرى. واستعرض الاجتماع التكليفات الخاصة بعمل مصفوفة لكل وزارة على حدة. وأشار الوزير إلى ضرورة وضع استراتيجية واضحة للزراعة بتخصيص ميزانية مقدرة للزراعة. وقدم وكيل وزارة الثروة الحيوانية المصفوفة الخاصة بالوزارة المتمثلة في توفير اللقاحات والأمصال وتحديث المواعين ومكافحة الوبائيات وتحديث المحاجر. وأمل الاجتماع على رفع المصفوفة إلى اللجنة العليا للطوارئ الاقتصادية. طالب وزير المعادن محمد بشير أبو نمو شركات التعدين التي دخلت الإنتاج بالعمل المتواصل لدعم الاقتصاد السوداني. وثمن أبو نمو جهود الشركة السودانية للموارد المعدنية لتسهيل إجراءات الشركات الجادة في الاستثمار في قطاع المعادن. جاء احتفال الشركة السودانية للموارد المعدنية المحدودة الزراعة الرقابي لوزارة المعادن بتكريم عدد 8 شركات وطنية دخلت الإنتاج في النصف الأول من العام 2022، وذلك في إطار خطة القطاع لدعم الخزانة العامة والارتقاء بالأداء. هذا يوم آخر من أيام مبادرات الشركة السودانية المستمرة للبحث عن أنجع الطرق
لخلق اختراقات في إدارة مجهودات البحث والاستكشاف من قبل الشركات الجادة في قطاع التعدين ودفعها للإنتاج بتسهيل الإجراءات. وزارة الاستثمار والتعاون الدولي اعتبرت أن المخرج الرئيسي للاقتصاد السوداني هو تركيز الاستثمارات ومضاعفة الجهود في قطاع الصناعات الاستخراجية، معتبرة أن زيادة الإنتاج تعني زيادة حصائل الصادر واستقلاب العملات الحرة لبنك السودان المركزي. علاقة بين الاستثمار وبين المعادن علاقة وثيقة، وقطاع المعادن من أهم القطاعات في الاستثمار، وهناك العديد من الشركات المعدنية أخذت التراخيص الاستثمارية ونالت الامتياز. من جانبها بشرت الشركة السودانية للموارد المعدنية المحدودة الزراع الرقابي لقطاع المعادن مزيدا من التحويلات للولايات والمحليات ودعم الاقتصاد السوداني خلال المرحلة المقبلة من دخول كافة شركات الانتاج لا سيما شركات الامتياز. مزيد من أموال لخزينة الدولة ومزيد من أموال لخزينة المجتمعات المحلية ومزيد من أموال للمحليات وللولايات ومزيد من النعاش للاقتصاد ومزيد من الصادر ومزيد من حصائل الصادر. وفي النهاية في إضافة لنا بمعلومات مدحت مدنا بها الشركات، يعني الشركات دي المعلومات اللي بتدينا لها دي مهمة جدا في عمليات التخريب وإعداد الخرف الاستثمارية. وبدخول عدد من الشركات مجال الانتاج في قطاع المعادن يكون هذا القطاع عمليا قد دخل في مرحلة دعم الاقتصاد السوداني، الأمر الذي ينعكس بصورة إيجابية على واقع حياة المواطنين ومعاش الناس. حاتم مختار، تلفزيون السودان، الخرطوم. أكد وزير الطاقة والنفط محمد عبد الله محمود أهمية تكامل المؤسسات الوطنية لتوطين الصناعات الكبيرة. جاء ذلك لدى زيارته منظومة الصناعات الدفاعية برفقة قيادات المؤسسة السودانية للنفط، الكهرباء وشركات البترول. وأشار الوزير إلى أن قطاعات النفط والكهرباء تحتاج إلى تطوير بنيتها التحتية وإكمال منظومة منشآتها. واستعرض الاجتماع المشروعات المقترحة للشراكة بين منظومة الصناعات الدفاعية وقطاعات وزارة الطاقة والنفط والتي تمثلت في تطوير صناعة الغاز والبنيات التحتية للمنشآت النفطية ومشروعات الطاقة الشمسية بجانب أعمال المناول والنقل للمنتجات البترولية. بحث وزير النقل المكلف هشام علي أبو زيد مع نائب مدير عام منظومة الصناعات الدفاعية الجيل تجسير أبو شامة تفعيل التوأمة بين المنظومة ووزارة النقل في قطاعات النقل البحرية، الريات والسكك الحديدية. واتفق الجانبان على تشكيل فريق عمل من الطرفين حتى يتم التفاعل بشكل سريع. أكد وكيل وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي عبد الله إبراهيم رئيس لجنة تسيير سوق مال المعادن اهتمام الوزارة بتسريع إجراءات قيام بورصة سوق مال المعادن وتسهيل إكمال هيكلها التنظيمي واللوائح المنظمة لعمل البورصة. وأقرت اللجنة الاستفادة من الأنظمة الإلكترونية في سوق الخرطوم للأوراق المالية لحين عمل أنظمة متكاملة للبورصة وفقا للإجراءات القانونية الحكومية. كما تم التوافق على استغلال مقر سوق الخرطوم كمقر للبورصة. وكشف مقرر اللجنة الطيب الجعلي عن تشكيل لجنة قانونية لإكمال الإجراءات القانونية ولوائح التسوية والعمليات الخاصة بتشغيل البورصة. في إطار الاستعداد للموسم الزراعي الحالي، بحث والي القضارف محمد عبد الرحمن مع مدير بنك الزراعي السوداني محمد آدم عبد الكريم سبل تمويل الموسم الزراعي بالولاية وتأمين المحاصيل الغذائية إلى جانب توفير الوقود لمناطق الزراعة الآلية. نهاية الجولة الاقتصادية، أعود من جديد للزمير ياسر لاستكمال ما تبقى من عرض أحداث اليوم. شكرا محمد. بحث أمير قطر تميم بن